ما زالت أزمة نقص وغلاء مستلزمات الغسيل الكلوي في ذروتها، ولكن لا يشعر بها إلا المريض المهدد بالموت في أي لحظة تحت وطأة ضعف الحيلة وضيق ذات اليد. في نقص بصفة عامة، لكن مرضى الغسيل الكلوي في عندي توفير لهم، بس احتياط الفترة قصيرة. فترة قد ايه؟ ممكن في بعض الأصناف تجيبني شهر، في فلاتر ممكن تجيب لي فترة أطول، لكن في أقسام تانية أنا عايزة محتاجة محاليل ومحتاجة مستلزمات طبية، ممكن مستلزمات زي الجوانتات مش موجودة، ده شيء أساسي لمكافحة العدوى، ما أقدرش ألمس مريض بدون قفازات، فبنحاول نستعين بالمجتمع المدني بنشتري على قد ما نقدر نوفر. غسلنا في المركز هنا في المستشفى هنا على أحسن مستوى. مشكلتي في العلاج فقط لغير. أنا بروح هنا عشان أجيب العلاج من المنصورة، يعني 50 كيلو رايح جاي، أنا ما عنديش استطاعة أروح أجيبها، ولما بروح الدكتور منع مني آخر زيارة من شهرين. مشكلة تانية عندنا هتخصنا في التأمين الصحي، ما بيصرفلناش الحقن اللي هي الأبريكس الغالية أو المستوردة اللي بتيجي جاهزة، بدلنا اللي هي أرضأ حاجة موجودة، حقن الحديد نفس النظام. يعني في دكتور قال لي مش موجود هنا يعني، لكن لما وريته نوع الحديد اللي بنصرفه قال ده بره لا مؤاخذه بالدوله اللي هي مشكلتي الحديد والحقن غالي ما بنصرفهاش خالص. مفيش حديد بتصرفه؟ لا، ولا الحقن اللي بتيجي لنا الغاليه دي ما بنصرفهاش خالص. المكنه بتغسل لست عيانين مش حاجه قليله، 3 رجاله في يوم و3 حريم في يوم، فدي بقت مشكله عندي ان ما عادش عندي قابليه ان انا ازود عدد المكن، وعندي الويتنج او قائمه الانتظار بتاع القسم عليها 40 او 50 مريض محتاجين ان هم يخشوا ومحتاجين ان هم يتعمل لهم غسيل، وانا مش قادر اوفر لهم مكان. تمام، فانا دلوقتي عندي ازمه سواء في قطع الغيار، المكنه اللي هتعطل معلش هتخسر لان الشركه مش عارفه توفر لي، وبعدين انا كل الاهليه متعاقده مع شركه واحده مش قادر اتوفر للناس دي كلها في ظل ارتفاع الاسعار والكلام ده، ففي مشكله كبيره. عاوز الناس الغلابه دي كلها تاخد حق ايه؟ ما بقاش اغسل كده واخد 600 جنيه اعمل له ايه؟ وبدفع الوقت 70 جنيه كنت بدفع تامين 20 سنه، احنا بالله العظيم لو شربنا سم الوقت احسن لنا. بحول الحوالس لأقرب مستشفى فيها جهاز أشعة مقطعية، وكمستشفى مركزي إمكانياتها لا تسمح لا تستطيع الصرف على جهاز الأشعة المقطعية. ما فيش جهاز أشعة مقطعية، المريض النهاردة لما بيجي بيجرى له حاجة أو محتاج جهاز أشعة مقطعية وعنده نزيف في المخ بيموت، لأن المسافة بين أقرب جهاز أشعة مقطعية النهاردة في طلق. طيب انا عندي بعد مسافه هنا في قرى ابو جلال الوكاله راس الخليج حوالي 2 ساعة من هناك لغايه طلق. طب المريض ده يعمل ايه؟ يموت؟ ملوش حق في العلاج؟ جهاز الاشعه المقطعيه هو من اهم الاجهزه اللي بيحتاجها المريض، وخصوصا المريض اللي بيبقى جاي عامل حادثه، المريض اللي بيبقى عنده نزيف في المخ، كل ده بيبقى محتاجه المريض. احنا هنا بنعاني بقى لنا فتره طويله جدا بنطالب بيه، في ناس واقفه في الموضوع، في متبرعين كتير عندهم استعداد ان هم يتبرعوا بالجهاز، الموضوع واقف من الوزاره ومن المسؤولين. جهاز الاشعه المقطعيه ده طبعا ده رجاء يعني وطلب بنوجهه للسيد وزير الصحه ان هو يوفر لنا جهاز اشعه مقطعيه، لان دقيقة بتفرق في عمر الإنسان، يعني الثانية تفرق معناها حياة.